بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في فقرة جديدة، طبعا في الكتاب الفقرات نفس الرقم، ممكن تاخذ 20 دقيقة تنكتب. طبعا احنا نحاول نكتبها بس بلغة يعني عربية لاتينية، احرف لاتينية ما حنكتبها بالحرف العربي لأسباب، يعني لو كتبت بالعربي تنكتب بالحرف اللاتيني، لأنه فيها مثلا أسماء، 5 أسماء للجن، فنكتبها باللاتيني. طبعا الأسماء مأخوذة من سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، شرغة وشرحة، شرمة وشرغة، أسماء يعني واحد يقدر ينادي الجن بيها. طبعا ذكرت الأسماء الجن في شمس المعارف وطقوس لمناداتهم. طبعا في الرواية حنسمع نحن الطقوس كيف، اللي هي التأثير على الجن. طبعا الجن هم وهم، يعني مثلا الراوي الكاتب ما يؤمن بالجن، الجن خلقوا من النار فهم ذبذبات كهربائية في الهواء زي الدبدبة النور أو الانترنت هذا اللي بيجي، والصوت دبدبة الصوت، لكن هم دبدبات حرارية. طبعا هم يتشكلوا عشوائيا يعني. طبعا هذا إيمان من الكاتب كهو، ممكن يتشكل زيه. فبالنسبة للتشكل زي ما فهمنا من كوهو، قال لك يتشكلوا إلى شيء صلب، يعني ممكن يسوي نفسهم شجرة. طبعا هم لهم أحجام. أنا عندي كاميرا تصور الجن، يعني تكشفهم وهم جسم إحنا ما بنشوفه في الظلام. الكاميرا اللي عندي يعني مثلا، بس شرط زي ما قالت ست شامية لكوهو انه شردوا، لانهم يزعجهم الاصوات يخافوا، لانه احيانا يتشكلوا كثير خاصة لما ياكلوا، يعني لازم يتحولوا يبوا يمشوا بين الناس عشان ياكلوا، يبغى يسرق مثلا من القطيع غنم أو كبش أو بقرة، فيجيله على شكل راعي، شخص يحرك البقرة البرسيم لين تمشي تبعد بعيد كأنها ضاعت، بعدين يلتهمها وهو عنده القوة دي. طبعا هذا مو واحد جن، لأنه وصف الجن إنه أجسامهم صغيرة والحي الصغير حقه، والكاميرا حقتي تبين يعني فرادة كده كده، يعني ممكن الكاميرا أنا بصور فرادة كثير منفصلين عن بعض، ممكن في شجرة هم مجموعين جني مثلا خافوا، لكن في الظلام ما يخاف، فتأخذهم على حقيقته. فممكن أنا أروح في مكان ظلام خلا بعيد عن هذا وعملتها طبعا، وأشغل الكاميرا حقتي وأصورهم، وأصورهم حتى لما يطلعوا فوق بعض، لما يطلعوا فوق بعض على أساس للسماء قدامك، يعني الصورة حتى أصورهم بفيديو تشوفهم يتكاوموا للسماء عشان
يشربوا الماء لأن هم حرارة، فيضربوا السحاب كده وينزل لهم ماء يشربوا على قدهم، فما عندهم مشكلة مع الماء. وحيانا يعملوا الحركة دي عشان يجي الرعاء، يعني مكان مرة ما في زرع، يجي الرعاء يشوفوا الزرع فبعدين ما ينزلوا الماء، يجي مرة ثانية يلاقي ما في زرع عشان من ده المكان يسرقوا. طبعا من ناحية إذا كانوا هم مسلمين وسرقوا عشان يأكل، حتى الإنسان إذا يأكل كفايته، هذا بنتكلم لله، يقول لك لهم حساب مثلا يحاسب. لأن الجن في منهم مامورين بالطاعة، يعني الكفار يروحوا جهنم هذا ممكن يدخلوا الجنة مع الناس. فبغض النظر طبعا أنا هذه مؤمن بها بالجنة وأنه الجن يحاسب، وقال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني كان خائف بيقدم العذر ولكن كان في الضلال البعيد، قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد، موجود قرآن. فأنا ما من بوجود الجن بالصورة إلا مثلا السحرة ولا الخوف ده، يعني ما يخوف، يعني هم غلابة خاصة في زمننا ده، يعني هم كان أكثر ما عندهم السحر ويهوبوا الناس وما أدري كله، يعني حتى الآن السحر والسحرة ما بيستخدموا الجن، كله كذب شيء نفسه، لأنه الساحر عشان يستخدم الجن بغي زي ما قالت ست شامية يروح لهم في مكانهم البعيد، هم في المدن ما في جن، ده هم مساكين، يعني حتى لو جو في المدن يعني بخوف. طبعا الكلام ده اتكلم فيه الشيخ متولي الشعراوي، انه الجني لو اضطر يمر بسرعة، وما في جني واحد، يعني انت تشوف جسم كبير هذول متراكبين على بعض، طبعا يتشكلوا في صورة حيوان في صورة انسان في صورة جبل. وارجعوا لنتفليكس الجبل الغول، فهم يتشكلوا بصورة جبل، طبعا إذا تشكلوا بصورة جبل وهذا مثلا جالسين هم قبيلة، يعني ممكن مليون واحد سووا جبل وجالسين، هذا جبل من الجن، تطلع فوقه جبل، زي صارت القصة الغلام لما الجبل يتهزاز، يمكن جن، ممكن الجن يغلبه قوس رمل يسووه جبل، يعني نفس هذا يغلفوه يسووه بطانة، يعني يلبسوه تلبيس. طبعا احتمال ان هم يعني من نار ما تشوفهم الا في الليل، فلما يجوا على بعض الضوء لما يجي على بعض الأحمر يصير أسود ويصير أخضر ويصير كذا، هذا طبعا الحرارة، فعندهم الفنون هذه زي الحرباية الليزر داد الليزر تتغير لونها معروف، يعني تكون على صخرة تكون لونها زي الصخرة، تيجي في الخضار كنا نشوفها طبعا نحن، الآن ما هي موجودة، هذه يقولوا فيها جن، فممكن ربنا مدي لهم خاصية انهم يخلوا جسمهم اسود النار. المهم هم حرارة، الكاميرا اللي معايا تبين اي شيء في حرارة حتى جسمنا، يعني حتى الكاميرا اللي معايا تبين صورة الشخص ونقدر نعرف اذا في عنده ألم في رجله ولا كذا، يصير فيه زي يعني الرجل اليمين مي زي الرجل اليسار،
يعني مو مستوية الصورة، هي بتبين الإنسان زي الأشعة يعني حوله أصفر وأحمر، يعني حتى تبين مثلا لو أحط الكاميرا على الدماغ أعلى شيء نار، الدماغ فيه نار، فتنزل في الجسم كاميرا، طبعا ما تضر ما فيها إشعاع كاميرا، فيبان الرأس نار، ويبان اليدين، ويبان الرجلين، ويبان حتى البطن والأعضاء الداخلية يعني حتى لو الواحد مسخن انت لقطت له صورة، تلقط له صورة وهو مسخن يبان، تقارن الصورتين ببعض، ويستخدموها في العلاج يعني في الأشعة، يعني ياخذ لك أشعة بعدين ياخذ أشعة ثانية يشوف مركز اللي هي الكهرباء، كهرباء الإنسان، ففي بالصور طبعا أجهزة مو زي الكاميرا حقها كاملة يعني. اللي هي انفراريد ومن كل الجهات وكذا، ولها معايير وتدي صوت وكذا حاجات، بس الكاميرا اللي في يدي تصور فيديو، صورة شات أخذها تبين الحرارة كل مكان، فهذه يعني يدل إنه في شيء علمي. عموما لو ما في الجن ما ينتقل الصوت ولا ينتقل الضوء، يعني كأنهم هم ياخذوا الضوء وينقلوا، هم وسط موجود، طبعا أعدادهم كبيرة جدا. هتقول لي يطيروا؟ طبعا يطيروا، يمشوا يمشوا، لأنه خفاف جسمه من نار، نحن من تراب، مش صح؟ فهم شيء، لكن الشيء هذا مؤذي، فلما يؤذي الإنسان طبعا علميا يقول لك طبعا عشوائي ايش ذنبه. طيب الحروب لما نجي جيوش بالملايين وتغزو ناس، ده عشوائي ايش ذنبه؟ امر بالقوة وجاء، هل في حساب؟ في حساب، لأنه يعني في قوانين للحروب، إنك الكبير والمرأة والهذا وما ترعب الناس وما ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدل، وعدل هو أقرب للتقوى، عداوة بين وين فئتين اقتتلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مأمورين بالقتال. حتى ذكر انه يعني من دافع دون مالي فهو شيء، من قاتل دون مالي، يعني لو جو عصابة مجموعة يبغوا يسرقوا الحي وقاتلناهم، او يسرقوا يعني قرية وهم حوطوا يجوا ناس وكذا، لأنه بينهبوا، فالقتال مشروع للدفاع، الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة. اللي اعتدى، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني هو اعتدى عليه، ممكن أنا بعد كده أروح أعتدي عليه أخذ حقي، هذه عند كل الشرائع. نفس الشيء الجن، يعني يروحوا في الجيوش كمان، وهم الجن في مسلمين طرائق، وفي عرب وفي مدري ايش، وفي يعني عندهم حمية، وفي مسيحيين وفي مسلمين وفي يهود وفي كل، وعندهم حماية للمذهب اللي هم مقتنع نفسه زي الإنس. يعني مثلا لو كل إنسان
في قده 20 جنيه، يعني شوف كم مليار او 200 جنيه، ما ندري يتوالدوا. في القصص في الرواية انه في ولد جنية طبعا، هو لو كان انسي، لو كان انسي مثلا ما يختفي. يعني في قصة انا اعرفها، ناس اعرفهم او يهو قال لي من جيرانهم في الرواية، قصة اخبر بها يهو، قصة حقيقية في رواية ست شامي، في واحد راح اديس ابابا كان متزوج جديد يعني يتاجر او شيء، ما رجع طبعا. جيران ست شامية وتعرفهم، يهو موجود يعرفهم، كوهو اقصد. فين ادي سباب؟ هذا كلام قبل ممكن 50 سنة او 70 سنة، كانت في تجارة في ادي سباب، هو من الحضرة بالمثل. المهم زوجته استنته ما رجع، يعني كان متزوج له سنة وكذا، ما طلقوها يعني، قدموا في المحكمة اللي بعد 7 سنوات حكم القاضي ما رجع. في واحد طبعا أنا أعرفه، أخوه اختفى في الصحراء، هو كان متزوج كده راح بعربية بسيارة، والحكومة طلعت طيارات، إلى اليوم ما هو موجود. صحرا في طريق يعني مورود، مثلا طريق مكة جدة، حتى ما في صحرا يعني، في قرى وفي كل، مشي راح في الجبال، ما مو موجود إلى اليوم. جثته طلعوا بطيارات، ما في جثته ولا عظم ولا اصباع ولا اكلته ولا حاجه. ده الكلام يعني يمكن حدث في عام 2000 في قريب يعني. ففي قصص، في طياره كامله الى اليوم العالم كله ما طلع الا طلعت من ماليزيا، جات سفن وكذا ما حصلوا ولا الصندوق الأسود ولا حاجة. يعني لو طاحت وجات سفن من العالم كله، هذا ظن كده كمان برضو بعد عمل فيه يعني، مو في أهالي وكذا ما طلع. فهنا أشياء غريبة بتحصل. طبعا أنا مش مصدق يعني انه العالم جاء كله يدور. طبعا هم يعني ممكن الطيارة كل المنطقة اللي بيدوروا فيها هي كانت ابعد من كده، يعني هذا دليل انهم هم مش بيتابعوا. يعني البرج اخر لما انقطع الصوت، طيب يمكن استمرت هي بعدين طاح. الأماكن اللي حددوها حددوها غلط. طيب مو عندهم غواصات، غواصات تجيب المحيطات كلها. طبعا هم الطيارة طاحت شفطت في الجو، هذه نقطة تانية، شغلة علمية ممكن تجربة، ممكن انشفطوا بعيد. في من قصص الجن انه يجيك طبعا قديمة، يكون واحد ماشي في ضاع
ظلام وكذا يجي له نور، يمشي وراء يجي له نور لين ياخذ مكان بعيد. طبعا هل الجن دول فعلا يلتفوا حوله وياكلوا وعشان ياكلوا؟ دي اللي ما نقدر نعرف. طبعا انا اؤمن بالحديث اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا اذا صح الحديث، لكن تواتر الروايات تدل على اشياء موجوده خفيه. قد يكون انس زين، زي لما ذكر انه في ناس سخطوا الى القرود، ربنا سخطوا في القران اخوه القرده والخنازير من اليهود ربنا سخطوا، فممكن يعني من بني آدم مسخوطين أو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى الجن، إلا هو يعني نحن ما نشوفهم وما يشوفونه يقدروا يتشكلوا زي الحرباء، هذا ممكن. بس أنا ما أؤمن أنه حكاية أنه كده يعني ما ينشافوا ومدري إيش ويقدروا عندهم سلطة يجوا والسحرة وكله كلام فاضي، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. إذن الله هو العلم، الله ما يأذن إلا بعلم. إيش إذن الله؟ يعني يتصل بربنا سبحانه وتعالى يقول تسمح لنا؟ لا، الله يأذن لبعضهم بعضهم ما يأذن، لا طبعا فهم سطحي. إذن الله لازم يفسر، الله ما سمح ولا كان اختطفونا كلنا الجن. طبعا هذا تسجيل بردك لسه ما دخلنا، يعني بندي مقتطفات عن القصص. طبعا لما ندخل في القصة استرسالا مو لازم الأحداث، يعني ممكن نبدأ 2020 بعدين نجي 2000 يعني عام 2000 أو عند وفاة 6 شهور، بعدين نتكلم وهي صغيرة، بعدين نتكلم كيف. ترتيب مش مهم في الرواية، الترتيب حيكون عن طريق الأرقام بس، يعني يمكن ما في كل صفحة رقم، في رقم يتبعه بعده 5 صفحات 10 صفحات، إذا جاء رقم تاني يعني في جزء تاني. الزمان ممكن يكون قبل أو بعد، المكان قلنا مش مهم، يعني اسم الأماكن اسم يعني مثلا مكة ولا المدينة ولا كذا مش مهم، ما نقول نحن الآن في مكة ولا الآن في المدينة ولا كذا، إلا ما يرتبط ب الروايات اللي هو زي مسجد الجن، زي مجرة الكبش، زي في شو اسمه في مكة مسجد الجن وفي محبس الجن، فهذه موجودة في مكة يعني معروفة. ارجع لها الأماكن اللي نقولها، يعني نحن ما نقول مسجد الجن في مكة، مثلا مقبرة المعلاء ما نقول في مكة في الرواية، أنت ترجع له، لأنه مفترض الرواية أنه الناس يعرفوه أو القارئ للرواية يسأل يقول هو. نختم هذا التسجيل ونبدأ تسجيل تاني في وقت تاني. شكراً.